جثة عظيمة تظلله الطيور بأجنحتها. وصلنا إليه وإذا الأحوال شنعة، على صدره طفل رضيع. المصيبة أن حتى الرضيع محزوز رأسه. واحدة من الأسديات أخذتها عاطفة الأمومة انحنت على ذلك الرضيع لترفع من على صدر أبيه، وإذا بالصوت من المنحر الشريف: أسدية أسدية دعي رضيعي على صدري. رجعنا مهرولات إلى رجالهن، رمينا المقانع في صدور بني أسد، قلت شيمكم والحمية يا مسلمين، وين الذي ينهض إواري هالمطاعي؟ جيبوا العمايم جيبوها، اخذوا مقانعنا وتخفى وخلف الستون، واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبور، ندفن هالاجساد الذي بالمعركة نور، مثل البدور على الثرى كلهم مزهري. ايش عندكم يا نسوة ما الخبر؟ قالوا رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، شفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة، يا أوصالك كلها مقطعة وتسطع أنوارة، مقطوع حتى خنصر من كف ليمي. وحسين عريان مرمي على الثرى يا ويلي مسلوب، مطعون بضلاعه وقلبه بسهم مصيوب، وقلب العدو من شوفته ينفت ويذوب، يما رضيعه ونظن هذه جثه حسين. وشفنا الشباب على الثرى جفوفه خضيبه، عريس لكن زفت الذبحه قريبه، الله يعين الفقد توراحه غريبه، ما ظنتي بين العرس والذبح يوم، فتت مرايرنا بطاياها اليم الشريعه مصروع، لكن ذبحته والله فجيعه، حتى من الزندان شفنا قطيعه، صاحب علم جنة وسلالتها شمي، ترى من شافت تلوح الفرنسا وشدة الباس، زنود بلي جفوف والجثة بلا راياس، ونظن عليه الفارس المشهور، تركوهم على الصعيد ثلاثا، يا بنفسي ماذا يقل الصعيد. يا الله تقبل عزائنا، اشفي مرضانا، فك أسرانا، سهل مطالبنا، إلهي ارحم موتانا، بالخصوص السعيدة من اجتمعنا اللهم لأجلها وسببها، اللهم ارحمها برحمتك، أسكنها الفسيح من جنتك، لقها منك رحمة ورضوانا، إلهي اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، خفف اللهم عليها ثقل الثرى، جازفها اللهم في الحساب مجازفة، ولا تناقشها مناقشة،
واجعلنا اللهم وإياها من أهل دار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أخواني من أراد نيل الأجر والثواب يتفضل معنا الآن لقراءة الفاتحة على قبرها. إلى روحها وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.